السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير انتما كتشوفوا هذا الفيديو. نتمنى كذلك اللي كنتوا اول مرة كتشوفوا هذا القناة، نتمنى تشتركوا فيها وتديروا لي لايك وتبارتاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والاحباب، وهكذا نخليكم تشوفوا الفيديو وفرجة ممتعة. ودائما كالعادة نبدأ الروتين ديالنا باول حاجة وهي الصباح ديال الفطور او الفطور ديال الصباح. مهم كتشوفوا معايا، انا تشهيت اليوم قهوه، درت قهوه وفات اللحظه هذه عرفتي راه ريحه ديال القهوه رائعه رائعه صراحه كتحل العينين. المهم غادي نصاوب اليوم فطور خفيف ظريف وصحي. انا هني درت شويه ديال السيريال ودرت معاهم واحد البنانة ودرت معاهم شويه ديال البلوبيري وديال الراسبيري. فطور صحي هكذا اليوم، يعني كله نشاط وحيويه. مره هكذا الواحد يعطي فرصه هكذا لراسو ياكل شي حاجه اللي زوينه وهكذا ونفع للصحه ديالو. وصافي غادي نضيف لهم الحليب، وهذا هو كان الفطور ديالي ديال هذا النهار. وطبعا القهوه ديالي كما غتشوفوا معايا غادي نحليها هكذا بالسكر بني، وغادي نضيف لها القليل فقط من الحليب. انا كتعجبني صراحه قهوه كحله، ولكن بما انه يعني غير الصباح يعني على يعني المعده فارغه فما يمكنش ناخذ قهوه كحله، ضروري ندير معها شويه الحليب. ولا كتعرفوا الدكتور الفايت فهو كينصح بان كيقول بان القهوه من الافضل تشرب يعني كحله، ولا درتو الحليب ديرو غير شويه، حيت كيقولوا بان الكليتين كيديروا واحد الجهد كثير باش يصفيو داك الحليب على القهوه، فهو تيقول بانه أسوأ حاجه هي القهوه بحليب. مهم هو كينصح بانكم ديروا هكذا غير شويه ديال الحليب ما تقويوش. وصافي كنجلس هكذا نشوف لي فيديو الجديد ديال اليوتيوب، ونشوف لي كومونتير ديالكم، ندير لكم قلوب. والانستغرام والفيسبوك. مهم انا دائما كنكون على الانستغرام، نتمنى تنضموا الفيسبوك ديالي والانستغرام ديالي. وصافي مني ساليت الفطور ديالي، فاليوم ان شاء الله قلت غادي ضروري نمشي نتمشى هكذا شويه. فانا مؤخرا وليت يعني كنتمشى هكذا، كناخذ واحد غير نص ساعه هكذا ولا ساعه الا ربع ديال المشي يوميا، هل هكذا اللي قدرت، الا ما قدرتش راه كنميك. مهم ندي معايا الماء ديالي، القرعه ديال الماء والهاتف والسماعات هكذا باش نتصنت الموسيقى وما نحش بالملل. وصافي غادي نمشي هكذا للبارك، يعني قريب ليا حدا الدار ما بعيدش، وكنمشي نتمشى شويه ندير الرياضه نتحرك. بغيت نشجعكم حتى نتوما البنات كذلك الى هكذا حداكم هكذا شي بارك ولا غير خرجوا تمشاو هكذا في الشارع، فهو صحي بزاف صراحه. والواحد خاصو يتحرك وما يبقاش يعني هكذا غير جالس، وهذا خطر الواحد يتحرك، لان الحركه مزيانه للذات ديالنا، الدوره الدمويه مزيانه ليها ومزيانه الصحه ديالنا بشكل عام. انتم البنات انتم راني كنتريني، تقولوا عليا راني ما كنترينيش. والله الا البنات الا صراحه شي حاجه زوينه الرياضه صراحه، شي ملي كندير هاد المشي البنات كنرجع للدار مرتاح، كنحس بواحد الشعور زوين بزاف والله. مهم انا دابا رجعت للدار، غادي ندخل هكذا ندير هكذا دوش خفيف نحيد عليا العرق وصافي، وغادي ندوز ندير المكياج ديالي خفيف
خفيف طريف هكذا ديال كل نهار. وباش نمشي نجيب ولدي من المدرسة في هذه الوقيته هذه ديال 3 كيكون ولدي غادي يخرج هكذا من المدرسة. وصافي عندي هنايا كنستعمل هذا الفونديشن هذا او فوندو تان ديال ميبيلين فيت مي. هذه النمره هي اللي كنستعمل انا، البشره ديالي بيضاء، هذه هي النمره اللي كنستعمل 120. وكنديروا بهذيك كنابليه بهذيك الفرشات. وعندي هنايا كونسيلر حتى هو كنديروا هكذا تحت العينين ديالي على ود هكذا اللي صاغن تيغطيو اللي صاغن مزيان. حتى هو زوين ديال ميبيلين، حتى هو ديال فيت مي. وكندير كذلك هاد البودرة هادي حتى هي ديال فيت مي ميبيلين، نفس الكولكشن. كنديرو بهاد الفرشاة هادي اللي كنت خديتها من اف، زوين الصراحة. الفراشي ديالهم هما رخاص بزاف، يعني ارخص فراشي كاينين في السوق. كنت شريتهم اونلاين وصدقوا لي زوينين صراحة، كنصحكم تنتوما تجربوهم صراحة زوينين بزاف. والكاليتي ديالهم يعني ديال الفراشي الغاليين، وهو بسيط يعني الثمن ديالو. وعندي كذلك الباليت هي ديال اف، كنصوب بها هكذا كنصوب بها حجباني. كنستعمل هاد الفرشات هادي كنمشط حجباني وكنطراسيهم، هي ديال العينين وانا كندير بها حجباني وكندير بها حتى العينين. وعندي هنايا واحد الكحل هذا كنت جبته معايا من المغرب ديال اوريفلام، حتى هو زوين كنكحل به عويناتي. مهم هكذا مكياج خفيف ظريف وصافي. وصافي دابا غادي ندير غير غلوس هكذا يكون خفيف. ونسيت حكا عندي ماسكارا هذه ديال لوريال، واعره البنات بزاف. هذه ديال واتر بروف، يعني ديال مضاد الماء، زوينه بزاف كطلع الشفار زوينين. وصافي غادي ندير هنايا غلوس يعني يومي، هادشي كيكون هكذا خفيف نيود. وصافي هذا هو الماكياج ديالي خفيف ظريف. وغادي نمشي دابا نلبس عليا ونمشي نجيب ولدي من المدرسه. ندوز دابا نحضر معكم هاد لي بغوشات ديال لادانت. انا هنا قطعت صدر ديال لادانت بهكذا مكعبات، غادي نضيف لهم شويه ديال السكينجبير والكمون والبزار، ودرت لهم حتى شويه ديال البزار، لا ماشي البزار، هذاك القزبر مطحون، قزبر يابس. وغادي نضيف لهم شويه ديال لاموتارد، واحد ملعقه كبيره، وملعقه كذلك من الصوجا الى عندكم، ما عندكمش ماشي مشكل. مهم الملح كذلك غادي نضيف واحد شويه، نسيتو حتى الاخر ضفتو غير شويه حيت لاموتارد حتى هي مالحه والصوجا حتى هي مالحه، دونك غادي تزيدو غير شويه ديال الملح وصافي. وغادي نضيف شويه ديال الربيع مقطع وصافي. وغادي ندير لي بغوشات ديالي، غادي ندير معهم البصله ومطيشه، كيجيو لذاد بالبصله ومطيشه. نتمنى تجربوهم بهذه الطريقه هذه، غادي يعجبكم بزاف. صافي كندير لي بروشيت ديالي في الطاوه ديال الفرن اللي فرشت لها الورقه ديال الفرن. وصافي غادي دابا غادي ندير عليهم هكذا واحد شويه ديال الزيت النباتي باش هكذا يطيبوا فتيين وما يجيوش ناشفين.
وغادي ندخلهم على فرن يكون ساخن ساخن جدا، وهكذا نخليهم حتى يتحمروا. رفقت هذه البروشات ديالي بالحريرة. مهم انا ما صورت لكمش طريقة البنات، ولا بغيتوها قولوها لي في التعليقات. مهم انا درت واحد الطريقة اللي سهلة سهلة جدا ديال المعكازات صراحة. انا كندير كل شيء البنات في مولينيكس، كندير ربيع وندير البصلة ومطيشة، كندير كل شيء في مولينيكس وكنطحنهم صافي، وكندير العذرية ديالي والحمص ديالي، وها الحريرة ديالي واجدة صراحة، ما كتاخدش معايا وقت بزاف، ودغيا دغيا كتوجد، كتجي لذيذة لذيذة بزاف. وصافي هنا كندير اللمسات الاخيره، كنضيف شويه ديال الربيع هكذا في الاخير، وشويه ديال السمن، وصافي والحريره ديالي ها هي دي واجده. الحريره ديال المعكازات وجدات البنات، كتجي رائعه رائعه بشهاده اللي داقها. وصافي لي بروشات ديالي ها هما من بعد ما طابوا، كيجيو حتى هما لذاد وبنان بديك المطيشه والبصله، وبعد قدرت كندير الفلفله حتى هي كتجي زوينه. الا كانت عندكم فلفله الوان ولا فلفله بوحدها كتجي رائعه صراحه. وصافي هذا كان العشاء ديالنا ديال هذا النهار. نتمنى تكونوا استمتعتوا نتوما كتشوفوا هذا الفيديو، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه الى اول مره كتشوفوا هذا القناه، وكذلك تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. ونخليكم ونقول لكم بالسلامه عليكم.